عندي سؤال، سالي. هل يجوز ليا ان انا اشتري شقه من شخص تبع الاسكان الاجتماعي، هو اشتراها يعني بعقد ابتدائي وسدد الاقساط الباقيه عن طريق ان انا اديها للشخص ده وهو يسددها للبنك، لان التعامل بيبقى بينه هو وبين البنك؟ ما دام قد اشتراها وتحمل اسم الشراء، فإذا كنت تضمني أن تسددي في نفس المواعيد دون تراكم فوائد ربوية عليك فلا بأس. تمام يا شيخ. مع السلامة. طيب السؤال الثاني، معلش يا شيخ. هل يجوز لي أن أنا أطلب الرقية من صديقتي؟ هي ترقيني يعني؟ امرأة لا بأس، بس مكروهة، لكن تكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اكتوى واسترقى فقد برأ من التوكل. وحديث آخر: في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. جزاك الله خير يا شيخ. طب يا شيخ بالله عليك ادعي لي. الله يعافيك. ربنا يصلح حالنا. الله يصلح حالنا وحالكم، ووفقنا وإياكم لكل خير.